الله أكبر. نعم. ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم. من الأدعية التي فيها تعدي بعضهم يقول اللهم أسقنا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوضه، يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ساقي للناس يأخذ ويسقي الناس؟ الجواب لا، ما في دليل الرسول صلى الله عليه وسلم يسقي الناس، وإنما هو الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، والناس تشرب منه، وآنيته كنجوم السماء، مش الرسول صلى الله عليه وسلم إيش يسقي الناس، وإنما آنيته كثيرة، وهو طوله شهر وعرضه شهر، وهذه الصفات اللي جاءت في الروايات، الناس تشرب منه، لكن يرده من المؤمن خاصة.